النهارده هنعمل مقارنه ما بين مولتو فينو شوكولاته ودومتي شوكولاته. انا عايز اقول لكم انا ده دخت عليه جدا، اللي هو مولتو فينو شوكولاته ده فيه بكل الاطعمه ما عدا شوكولاته. اول ما لقيته جبته بقى يا زميلي، حته اثار والله العظيم. بس وانا بجيبه قلت المفروض اعمل يعني ريفيو عليه واشوف طعمه عامل ازاي. بعد كده جات لي فكره ان انا ممكن كمان اجيب اللي هو الدومتي ونقول ايه هو احسن باتيه بالشوكولاته، اذا كان مولتو فينو او اذا كان دومتي، ولو قدامك الاثنين تشتري ده ولا تشتري ده. فيلا كده يا زميلي من غير ما نرجع على طول نفتح ده وده ونشوف المقارنه هتمشي ازاي. ده كده الفرق ما بينهم هما الاثنين. ده المولتو الفينو شكله عامل زي الفينو العادي، ولكن دومتي اللي هو بالشوكولاته، الدومتي اللي احنا متعودين عليه. ده كده الفرق ما بينهم. تعالوا بقى نفتح ونشوف الحشوه هتبقى عامله ازاي. نفتح كده ده بالنص، ده كده الحشو كده بتاعه، هندوق دلوقتي ونشوف يعني. وده دومتي الحشو برده بتاعه، معرفش ليه حاسس ان دومتي الحشو بتاعه اكتر. تعالوا ندوق مولتو فينو. بسم الله. احنا جاي دوقنا كده مولتو فينو، تعالوا بقى دلوقتي ندوق مولتو ونشوف ايه الفرق ما بينهم ونقول في الاخر الحكم بتاعنا. يلا بينا. بسم الله. بص يا زميلي، هو كان الاثنين عجبوني جدا جدا، ولكن مولتو فينو الطعم بتاعه والشوكولاته بتاعته عامل زي المولتو الصغير اللي هو المولتو ماجنم تقريبا، طعمه بالظبط هو بس انت كبرته ليس الا. وده على فكره مش حاجه وحشه، انا بحب اصلا المولتو ماجنم جدا، وحاجه ميزته جدا الشوكولاته بتاعت مولتو ماجنم هي مميزه جدا حلوه. ولكن دومتي الشوكولاته بتاعت دومتي انا حسيت ان هي يعني طعم البندق باين قوي، او ريحه البندق باينه قوي فيه اللي هو الطعم يعني بتاع البندق. فبصراحه الشوكولاته حبيتها اكتر في اللي هو مولتو فينو، لان الشوكولاته بتاعته عامل زي مولتو ماجنم كده، فانا بحب اصلا الشوكولاته بتاعت مولتو ماجنم. وعلى فكره برده دومتي برده حلو جدا جدا، ولكن لو انت اكلت الاثنين مع بعض بتحس بتحس بالفرق بقى. فكره ان هنا طعم البندق باين قوي، وهنا مفيش هنا طعم البندق، وجوده الشوكولاته باينه وجوده العيش وكده يعني. ولكن الاثنين الصراحه بتاعتهم تمام جدا جدا. ده فاضل له تقريبا 8 ايام، وده لسه يا زميلي ده يوم 5/6 برده هيخلص. فالاثنين في تاريخ الانتاج بتاعهم او تاريخ الانتهاء بتاعهم تمام جدا جدا كالجوده وكده، حلوين قوي. ولكن انا بصراحه لو قدامي ده وقدامي ده في السوبر ماركت بصراحه لا، هجيب اللي هو مولتو فينو. مش عارف بقى هل هو عشان هو دلوقتي جديد فهم عاملينه بالحلاوه دي زي ما دومتي كده كانت عاملاه كده حلو جدا جدا زمان اول ما طلع، ومع الوقت هيبدا بقى ايه الجوده بتاعته هتقل والشوكولاته بتاعته تقل وكده يعني، مش عارف. ولكن هو دلوقتي طعمه حلو قوي، فلو لقيت دومتي ومولتو هات مولتو على ضمانتي. وبس كده، ده كان المراجعه بتاعتي النهارده، وقلت لكم ايه الفرق ما بين ده وده. ولو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب في كل مكان عشان نوصل ل 100,000 قرا بقى. والانستجرام بتاعي هنا، بنقدم هناك محتوى جامد قوي قوي هيفوتك كتير جدا جدا لو انت ما رحتش عملت فولو دلوقتي. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.